مصر الطيران واجهت هجوم كبير جدا خلال الشهور اللي فاتت، والهجوم ده من الممكن انه وزارة الطيران، من الممكن انه تبقى شركة مصر الطيران نفسها بتحس بنوع من يعني ايه المرارة او الزعل من انه الرأي العام بيبقى هاجم بشكل كبير على الشركة او بينتقد شغل الشركة او اداء الشركة. برضو ده لانه ده جزء من انه كل واحد، كل بني ادم من المواطنين المصريين اللي عارفين قيمة مصر الطيران واللي عارفين ما تمثله الشركة معتزين بيها وبيحبوها ومش عايزين عليها أي نوع من الخطأ أو مش عايزين فيها أي نوع من القصور. الرأي العام كله كان ووسائل الإعلام وإحنا منهم قلنا إزاي إنه شركة تخرج، شركة مصر طيران بأدرها بجلة أدرها دي كلها، دي أول شركة طيران في المنطقة، في المنطقة العربية مش وأعتقد كمان في إفريقيا. فإزاي إنها تخرج من التصنيفات؟ شركة مصر طيران عادت للتصنيفات مرة تانية، ما رجعتش إنها شركة من الشركات الأولى في العالم، هي بعيد عن انها تبقى شركه من الشركات الاولى في العالم، ده له علاقه بعدد الطيارات بالاساطيل بامكانات كتير، وما نبقاش واقعيين ان احنا نطلب من الشركه دي انها ترجع مره واحده وتبقى شركه من اهم 10 شركات في العالم. لكن الشركه رجعت لمستوى مهم، اولا رجعت على قياس، القياس ده اسمه سكاي تراكس، ده تصنيف دولي معترف به وله قيمه كبيره، رجعت على انها المركز الثاني عالميا كاكثر شركات الطيران تطورا. تطورا علشان تحسن من مركزها، عشان نفرق يعني، ده اللي انا فاهمه، انه تطورا انها قادره انها تتعامل مع مشكلاتها او العيوب اللي عندها فتتطور اكتر، يبقى عندها 10 خطوط، يبقى بدل ال 10 خطوط تقدر تبقى عندها 13 خط او 14 خط. ده اللي انا فاهمه ببساطه، لكن يقدر يساعدنا على الفهم اكتر الكابتن طيار محمد عليان، وهو طبعا نائب رئيس مجلس اداره الشركه القابضه لمصر طيران. برحب بحضرتك معانا يا كابتن. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. انا قلت دلوقتي الخبر المرتبط بالتصنيف، بس انا عندي السؤال الاول، التصنيف ده تصنيف كبير يعني مهم ولا بيعبر عن ايه بالظبط؟ طب خليني اوضح لحضرتك ايه هو السكاي تراكس بيعمل ايه بالظبط. اتفضل يا فندم. سكاي تراكس دي شركه متخصصه في مجال الطيران المدني، وليها ريادة في تصنيف وتقييم شركات الطيران والمطارات على مستوى العالم. الحقيقة يبقى لها 25 سنة بتمنح جوائز تميز لأكثر من 60 جائزة سنوية. كل شركات الطيران بتتقيم من خلال الشركة. الحقيقة السنة دي التقييم كان على 350 شركة طيران واستبيان من 21 مليون راكب. ده الخطة اللي بيشتغلوا بها شركة سكاي تراكس. التقييم، انت عارف حركة شركة الطيران عموما هي الهدف الاساسي بتاعها سيفتي اند كواليتي، هي شركة خدمية، سيفتي هو يعني الموضوع الاساسي في القصة، هو مش على يعني مش قابل للنقاش، هو ده المرسوم الاول في شركات الطيران. الكواليتي وهي الجودة، وهو الامر اللي بيتم تقييمه من خلال شركة السكاي تراكس. طيب الجودة وحركة لما بيجي يقيمها من خلال يعني مرجعية قوية جدا مكونة من يعني ايتمز كتيرة قوي، عندهم بقى عدد من النقط المختلفة الفنية جدا. الحقيقة يعني لو قلت لحضرتك ان ريبورت تقريبا 100 صفحة، وكل صفحة فيها تقييم لكل نقطة من اول ما الراكب، هو بيقيم تجربة الراكب في الرحلة اللي هي بيسموها الكاستمر اكسبيرينس. تمام. هو بيقيمها من اول ما الراكب بيبدا يدخل مطار لغاية ما يوصل ياخد شنطته في مطار العودة، بكل تفاصيلها من بدايتها لنهايتها بما فيها لو كان الراكب ده راكب ترانزيت هيتوجه من نقطة لنقطة أخرى عبر المطار اللي هو متحرك منه. الأكثر تطورا، المركز الثاني على مستوى العالم، الشركات الأكثر تطورا، يعني إيه الأكثر تطورا؟ أنا اللي أعرفه كراكب، كواحد بيبص على شركات الطيران، أنا اللي أعرفه والله أنا عايز أبقى إيه كمواطن مصري، يعني أنا عايز أبقى من أهم 50 في العالم، عايز أبقى من أهم 10 في العالم كمستوى شركة، لكن يعني الأكثر تميزا أو الأكثر تطورا؟ أنا آسف، يعني هضمن حضرتك إن إحنا إن شاء الله في الاتجاه الصحيح، لإن إحنا نتقدم خطوة بخطوة لإن إحنا نوصل يعني لطموحات الشعب المصري والمصريين عموما، وإحنا منهم الحقيقة. هوصل حضرتك القصة بتبدأ إزاي. هو بيقيم شركات الطيران زي ما اتفقنا بالمرجعية اللي قلنا عليها في كل المجالات، وبعدين من ضمن الجوائز اللي بحكي لحضرتك عليها او التقييمات اللي بيعملها للستين جائزه اللي بيعملهم، بيشوف الشركات تميزت وتطورت ازاي. التطور من حيث تحسين الخدمات ومستوى الخدمه المقدمه للركاب خلال تجربه السفر بتاعه الراكب.
فهو بيشوف شركات الطيران كانت فين، احنا اخر مره او يشوف انت كنت موجود فين وقدرت تعمل ايه، او ايه التحسن اللي طرأ عليك. الحقيقه هو كان عندنا هنا في مصر اخر مره جه سنه 18، وبعدين الفتره اللي بعد كده كلها حاولنا في 2020 يكون متواجد معانا، حصلت الكورونا والتفتيش ما تمش، فهم جم فتشوا علينا. حركه التفتيش بيتم في خلال يعني جالنا احنا في مصر هنا من 29/1 ل 6/3، هو بيتم على مراحل متعدده، وبيقيم زي ما قلت حركة عدد من الرحلات كتير مختلفة الوجهات مختلفة طريقة التنفيذ. فهو الحقيقة التغيير الجوهري اللي بيشوفه على شركات الطيران هو اللي بيقول ان هو في تحسن ملحوظ، وفي إشادة بمستوى التحسن في الخدمات المقدمة للركاب في كل النقاط اللي بيتعامل معها الراكب من دخوله المطار، بيتعامل مع امتى امتى ابقى مش المركز الثاني الاكثر تطورا في افريقيا، ابقى المركز الثاني الاكثر تطورا على مستوى العالم امتى؟ انا هقول لحضرتك حاجه وحضرتك صحح لي سؤالي الاخير، يعني ما يتهيأليش انه مستخدم شركه مصر الطيران بيبقى عنده مشكله وهو جوه الطياره، هو دايما عنده مشكله تواصل اما مع الـ مع الـ مع الشركه او مشكله في المطار. الرحله نفسها ما يتهيأليش انه بيبقى فيه عليها مشكلات، بيبقى فيه مشكله ان انا لما اتصل بالكاستمر لاين بخطوط المساعده على التليفون اقعد اغيب كتير، بيبقى عندي مشكله وانا داخل المطار في اجراء في تواصل في بوردنج، دايما المشكله حوالين الطياره مش في الطياره، امتى ده يتحل؟ هو ده حضرتك الهدف الاساسي من وجود التفتيش بالمنظر ده، والتفتيش لما بيجي بيقول لحضرتك نقاط القوه والضعف اللي عند حضرتك، عشان نقاط القوه اللي موجوده تستمر بيها ونقاط الضعف تقدر تتعامل عليها. فده اللي حصل بالظبط، هو بيقيم من اول حضرتك بتتكلم على الكول سنتر بالويب سايت بتاع مصر طيران بكل التفاصيل دي بالتشيكن بكل حاجه. الحقيقه تجاهل يعني في تم من التعاون من جميع الشركات وجهات المتعامله على في مصر الطيران، خلتهم لما جم عملوا التفتيش علينا وخدوا استبيان الركاب اللي بقول لحضرتك 21 مليون راكب، طبعا احنا لينا نسبه منهم، انه شافوا ان في تحسن. طب النقاط اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي احنا كلنا لامسينها احنا شغالين عليها دلوقتي من خلال اي تي، من خلال موارد بشريه وعناصر، من خلال الموقع انه يتطور ويتغير على الانترنت، كل الـ 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 الامور المتعلقه بما قبل الرحله وما بعد الرحله الشغل عليها على قدم وساق في الفتره الحاليه للوصول الى خدمه افضل للركاب. نتمنى ذلك، ده الاساس، نتمنى ذلك بشكل اساسي وصادق. الـ 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 العتب والغيره بيبقوا صادق، بتبقى مشاعر صادقه، والاعتزاز والفخر برضو بتبقى مشاعر صادقه. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا كابتن طيار محمد عليان نائب رئيس مجلس اداره الشركه القابضه لمصر للطيران.